من الأمراض الجلدية الشائعة المنتشرة اليومين دول اللي هو فيروس الهربس، والفيروس دي ما بيفرقش بين كبير وصغير، أيا كان الشخص ممكن يصاب بالفيروس ده. والفيروس ده ملهوش عمر محدد، يعني ملهوش مثلا وقت محدد بينتشر فيه، هو بينتشر بسبب تجمعات الناس والأفراح والمناسبات الحلوة دي اللي بيحصل فيها بوس وأحضان، وبالتالي من هنا بيبتدي انتشار فيروس الهربس. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. الحلقه دي لو عجبتك لازم تعبر لنا عن رايك في الكومنتات تحت، ولو انت حابب موضوع معين نتكلم فيه اعرضه علينا وان شاء الله نعرضه عليكم في الحلقات القادمه. في البدايه لازم تكوني مقتنعه ان اي مرض له علاج، ولازم الادويه اللي احنا هنقول عليها في اخر الفيديو ده لازم وانت بتاخديها لازم تكوني مقتنعه من داخلك ان الادويه دي لازم تكون بتجيب نتيجه معاك. في البداية هنقول كل حاجة بتخص الهربس، من أول واحد بيصاب بالهربس لحد آخر واحد ممكن يصاب بالهربس إن شاء الله. بس في البداية لازم نعرف ما هو الهربس. الهربس دي عبارة عن عدوى فيروسية ما بتفرقش بين كبير وصغير، بس الأطفال الصغيرين غالبا ما بتصيب الأطفال ما بين سن سنة لحد 5 سنين، وممكن تصيب اللي أقل من سنة، بس بيبقى وضعهم خطير جدا وممكن في الحالة دي يتنقلوا لحضانات علشان المناعة بتاعتهم تبقى ضعيفة جدا. والعدوى الفيروسية دي بتصيب الجلد وبتعمل التهابات شديدة وألم شديد في الجلد. ما هو سبب انتشار فيروس الهربس؟ طبعا أي حد ممكن يصاب بالهربس. أول حاجة الأم أو لما تروح المناسبات بيبقى فيه تقبيل وأحضان والحاجات دي، فدي النقطة الوحيدة اللي ممكن تساعد على انتشار فيروس الهربس. تاني حاجة الطفل، إمتى الطفل يصاب بالهربس؟ لو الأم هي مثلا يكون عندها أصلا هربس في الفاجينا، فطبيعي أو لما الطفل يتولد ممكن يصاب معاه برضه بالهربس، وقلنا الحالة دي لازم يروح للحضانة فورا. ممكن برضك الأم يكون عندها هربس، فهي بتقوم بعملية الرضاعة للطفل ممكن الهربس دي يتنقل عن طريق الثدي للطفل، وبالتالي ممكن الطفل يجي عنده هربس. ما هي أعراض الهربس؟ طبعا الهربس اول ما يجي لشخص بيجي مثلا بارتفاع في درجة الحرارة، وطبعا في الحالة دي ممكن ناس تشغل دماغها وياخدوا مضاد حيوي، فدي اكبر خطأ ممكن تعمله الام، لان المضادات الحيوية دي ما بتفرقش بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة اللي موجودة في جسم الانسان، وبالتالي انا كده هضعف المناعة اكتر بتاعة الطفل. تاني حاجة بيبقى فيه بثور على الشفاه او على الخدود او ورا الاذن، او ممكن يعمل التهابات في الغدد الليمفاوية اللي جنب الرقبة. وممكن البثور دي بيبقى فيها كده حاجة زي المية. وطبعا الهربس ده لو جاله طفل، الطفل بيبقى متعصب جدا وبيبقى عاوز يهرش في المناطق دي، والطفل في الحالة دي ما بيعرفش ياكل علشان الألم بيبقى شديد جدا عليه، وبالتالي لو الطفل في حالة الرضاعة لازم يتحول في الحالة دي لحضانة علشان يحصل على المحاليل ويحصل على التغذية الكافية والمناعة المناسبة له. طب هل فيروس الهربس ده معدي؟ طبعا فيروس الهربس ده معدي، طبعا احنا قاعدين نقول من ساعتها ان هو ممكن يتنقل من شخص لشخص عن طريق التلامس او الحكة او الخدش، او ممكن بحاجة بسيطة جدا اللي هو التقبيل او الاحضان، وقلنا طبعا لازم نخاف على طفلنا علشان المرض ده بيبقى شديد جدا على الطفل. طيب تعملي ايه لو الطفل اصاب بالهربس؟ طبعا اول ما تعرفي ان الطفل ده مصاب بالهربس او تم تشخيصه من الهربس لازم تجيبي له ادوات خاصة به وملابس خاصة به وفوط، ويفضل اللي هي المناديل اللي هي بتاعت والد، علشان مثلا استخدام الفوطة دي اكتر من مرة بيرجع البكتيريا تاني. يعني بستخدم مثلا الفوطة كده بشيل الافرازات بتاعة الجلد وبعدين بقوم حاططها، وبعدين اما اجي استخدمها تاني بترجع تاني لمكانها، وبالتالي يفضل ان استخدم المناديل احسن من الفوط في الحالة دي. طب تعملي ايه لو انت اصلا اللي اصبت بالهربس؟ طبعا ممنوع العصبية، ممنوع الاكتئاب، ممنوع تحطي مرطبات، ممنوع تحطي زبدة الكاكاو، ممنوع تحطي أي حاجة على الوش بدون استشارة الطبيب. ما هي العلاجات المستخدمة في علاج الهربس؟ طبعا احنا قلنا الأعراض بتاع فيروس الهربس، قلنا ان هو أصلا بيبقى عبارة عن فيروس، تاني حاجة بيعمل سخونية، تاني حاجة بيبقى آلام شديدة جدا. طيب العلاج هيبقى ازاي؟ أول حاجة هنجيب حاجة للفيروسات بتبقى حاجة مشهورة جدا اللي هي فيروستات، والجرعة بتاعتها بتبقى 4 مرات يوميا، والجرعة يعني مثلا السنتيات والحاجات دي
دي لازم اللي بيحددها الدكتور بيبقى يحددها على وزن الطفل او على وزن الحالة اللي قدامنا. تاني حاجة نستخدم حاجة للسخنية زي مثلا الستال، او ممكن نستخدم كتافلاي لو الحالة جديدة. لو الحالة لسه بدري لازم نستخدم ستال، والجرعة بتاعتهم بتبقى 3 مرات يوميا. تاني حاجة بيبقى فيه بخاخات علشان الألم، ودي انا عادي ممكن تاخدها او ممكن ما تاخدهاش، زي مثلا الاوراماكس او حاجة زي الفينتكس، ودي بخاخات علشان تبقى مسكنة للآلام، ممكن ما تاخدهاش عادي، يعني يعتبر من وجهة نظر ملهاش لازمة. هو يكتفى بس بالفيروسات والستال او كتافلاي، دول كويسين جدا في علاج فيروس الهربس. تاني حاجة لو الشخص كبير هنستخدم كريمات بتحتوي على الاسيكلوفير، شكل مثلا في كريم اسمه الاسيكلوفير ودي ب9.5 جنيه، او ممكن نستخدم حاجة زي الزيفوراكس ودي غالية شوية ب15 جنيه، والجرعة بتاعتها بنستخدمها كل 4 ساعات، وخد بالك ما بنستخدمهاش قبل النوم، والجرعة بتستمر لمدة 5 أيام. طب افرض لو مفيش تحسن أو مفيش نتيجة بعد ال5 أيام، هنعيد نفس الكرة تاني، هندهن برضك لمدة كمان 5 أيام. أهم حاجة في خطوة العلاج لازم نستخدم كريمات، ولو اضطررنا لأخذ أدوية أورال ممكن نستخدم عادي، بس يفضل في الحالة دي نستخدم الكريمات أو المراهم. طب ليه ممكن فترة العلاج بتاعة الهربس تطول معانا؟ طبعا فيروس الهربس من الأمراض اللي ممكن يصعب تشخيصها، علشان ممكن في الحالة دي نستخدم أدوية غلط، فممكن في الحالة دي الأدوية أو الحاجات دي ممكن تطول في العلاج معانا، يعني لازم في الحالة دي نصبر شوية، علشان العدوى دي من الأمراض الغلسة جدا في تشخيصها. وخاصة برضك الأم بتبقى تستخدم أدوية غلط للطفل زي مثلا المضادات الحيوية أو أدوية غلط، فممكن تعمل رواسب مثلا بيضة على لسان الطفل، فيجي مثلا الدكتور يعمل تشخيص للطفل، أول حاجة بيفكر فيها إن دي مثلا تكون عدوى بكتيرية، فلازم أول لما يجي للشخص أي أعراض زي السخونية لازم ناخده على طول للطبيب، علشان دي ممكن تكون بداية لأعراض الهربس. وطبعا الاطفال بالذات لازم اول لما يجرى لهم حاجه لازم نعرضهم على دكتور، اما لو شخص كبير ادينه زي ما انت عاوز، ما بيفرقش معاه اي حاجه، هو اصلا بيجي لك الصيدليه يقول لك انا عاوز مضاد حيوي، وسبحان الله يعني مضاد الحيوي ما ينفعش في الحاله دي، وتلاقيه بيبقى كويس عليه. بس طبعا لازم قبل ما تصرف المضاد الحيوي لازم تعرفه عن الاضرار بتاعته، ولازم تعرفه ايه الاثار الجانبيه بتاعته، ولازم تعرفه برضك ان لو جاله بكتيريا يعني لا قدر الله وجينا نستخدم الحاجة دي ممكن ما تجيبش معانا نتيجة. وطبعا انت لو اصبت بمرض الهربس ممكن الشخص يصاب منه تاني. وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم، نتمنى والله من كل قلبي ان الحلقة دي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.